نروح لصديقنا العزيز محلل رقم 10 من السعوديه محمد جمال عبر زوم، يقول لنا كواليس واخبار النادي الاهلي ما قبل مباراه فلورنسي وما بعد مباراه اتحاد جده السعودي. تعالوا نتكلم مع جيمي. منور الدنيا حبيبي يا كيمو، اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. الاجواء مفرحه وسعيده اكيد. طبعا صح كده، في الشارع في التمرين الاجواء هادئه والفرحه، خليني اقول لك في فرحه كبيره جدا جوه فريق النادي الاهلي. لكن النهارده كان في اصرار من مارسيل كولر انه ياكد للاعبين احنا الفرحه خلصت امبارح. قال لهم كده نصا، قال لهم الفرحه خلصت امبارح، احنا خلصنا، انبسطنا، عملتوا مجهود، الكل شكركم عليه، احنا سعداء جدا باللي احنا عملناه، لكن احنا لسه ما وصلناش للهدف اللي احنا عايزينه. الهدف اللي احنا عايزينه هو مباراه فلومينينزي. اتكلم مع اللاعبين، كان في جلسه مع اللاعبين اكتر من جلسه النهارده. الجلسه دي كانت جلسه في بدايه المران، بعدين كان في نص ساعه تحت اشراف اندرياس اندويا المخطط الاحمال بتاع النادي الاهلي، فك عضلات وجلسه بدنيه يعني لمده نص ساعه للاعبين اللي اشتركوا في المباراه امس، وجلسه متخصصه للحراس الاربع حراس اللي موجودين مع ميتشل يانكون. ده كان الجزء الاولاني. بعد كده كان في محاضره من كولر مع اللاعبين، محاضره فيديو اتكلم معاهم على فرقه فلومينينزي وعلى الشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي على الصعيد النظري. النهارده كان زي ما قلت لك معظم الاجواء ريفريشمنت، محاوله للتجهيز البدني، خططيه كلام، لكن الشغل التكتيكال اكتر هيكون بكره في المران الرئيسي دي ماينس 1 قبل المباراه بكره ان شاء الله. عظيم عظيم جدا يا جيمي.